مات جدي منذ 10 أيام، وقلنا لجدتي أن تعتد بعد موت زوجها وألا تخرج البيت، ولكنها خرجت من أجل التنزه وهي في أثناء عدتها، ماذا عليها علما بأنها كبيرة في السن؟ وحاولنا معها فلم تستجب لكلامنا، وجهوها مأجورين. أقول لهذه المرأة لا يحل لها أن تخرج للتنزه وهي في احتياج، لأن الاحتياج يوجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنه، ولا تخرج إلا لضرورة في الليل أو لحاجة منها، والنزهة ليست ضرورة ولا حاجة، فلتتوب إلى الله تعالى مما صنعت ولتقم بالواجب عليها في البقاء في المنزل.